بعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت امبارح، تعالوا نتابع الأخبار اللي هتحصل النهاردة. منها غلق محطة مترو العتبة علشان أعمال الإنشاءات، وقالوا إن الحركة هترجع مرة تانية لطبيعتها بكرة. كمان النهاردة أيضا هيتم عرض فيلم صبي من الجنة للمخرج المصري طارق صالح، وده في مهرجان كان السينمائي. أخبار تانية كتير هنعرفها خلال التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، الإذاعة الداخلية لمترو الأنفاق أعلنت أنه هيتم غلق محطة العتبة طول اليوم بالخط الثالث فقط، على أن تكون محطة باب الشعرية هي آخر محطات الخط الثالث، والحركة هترجع تاني لطبيعتها بكرة، وده بسبب الأعمال الإنشائية. كمان النهاردة مهرجان كان السينمائي هيشهد في دورته 75 عرض فيلم صبي من الجنة، أو حسب الدعاية الإنجليزية Boy from Heaven، ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي، وده فيلم للمخرج المصري طارق صالح. النهاردة وزارة الأوقاف أعلنت أن خطبة الجمعة هتكون بعنوان الزارع المجد، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة هيفتتح 26 مسجد في البحيرة. كمان النهاردة هيحيي الفنان الكبير علي الحجار حفل غنائي كبير على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في سهرة طربية خاصة بيقدم من خلالها مجموعة مهمة من أغانيه.